السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معلش انا طولت عليكم الاجازة شوية، سبتكم في شهر رمضان وكمان العيد. يا رب ان شاء الله يكون اجازة سعيدة ويكون ايامكم كلها اعياد يا رب وفرح. طيب النهاردة وبعد العودة بعد الاجازة هنعمل ايه؟ شايفين الفيست الجميل ده؟ هنفصصه حتة حتة. يعني ايه؟ يعني هنطلع كل غرزة فيه ونشوف طريقتها ونشوف البطرون ونشوف ازاي احنا لما نكرر العينة هنكررها ازاي. تابعوني بس لنهاية الفيديو عشان تقدروا تستفيدوا وتنفذوا الفيست بكل سهولة. ده الجزء الامامي. هنشوف مع بعض بطرون الجزء الامامي الايسر بالنسبة للغرزة وكمان للضفيرة، وكمان بطرون الجزء الامامي الايمن برضو للغرزة وللضفيرة. كمان هوريكو ازاي استخدم الغرزتين اللي هي موجودة في الجزء الامامي، ازاي نستخدمها في الجزء الخلفي. خلاص خليني اوريكو البطرون. الغرزة بيكون شكلها عامل ازاي. انا حابة بس اوريكو البطرون قبل ما نبدأ في الشرح. ده الجزء الامامي الايسر، ده بطرون الضفيرة. انا عاملة لكو شايفين، انا عاملة لكو السهم عشان يبقى الشرح واضح وسهل. ده بالنسبة لبطرون الغرزة اللي انا هستخدمها للجزء الامامي الايسر. بتبقى عبارة عن ضفيرة ثلاثية بس بتبقى واخدة ميل، وهنشوف كل دوت في الشرح العملي. خلاص ده بالنسبة للجزء الامامي الايسر. طب خليني كمان اوريه الجزء الامامي الايمن. ده الجزء الامامي الايمن، ده الضفيرة، بطرون الضفيرة، وده بطرون الغرزة اللي موجودة في الأمامي الأيمن، هي عكس الأمامي الأيسر. خلاص طيب خلينا فاضل عندي إيه؟ فاضل عندي الجزء الخلفي. نشوف مع بعض كمان الجزء الخلفي. هو ده الجزء الخلفي. الجزء الخلفي موجود، ده اللي احنا هنستخدمه للجزء. أنا عندي الجزء الخلفي مقسوم نصين بس، هو يعني بنشتغله قطعة واحدة بس، لما بنيجي نشتغل بيبقى عندي الجزء الامامي، انا اسفة، الجزء الخلفي الايمن، ده البطرون بتاعه لغاية نص الجزء الخلفي، والنص التاني يبقى البطرون ده. خلاص يبقى احنا كده شفنا بس البطرون لكل غرزة. هنبدأ مع بعض في الشرح. اتمنى ان الفيديو النهاردة ان شاء الله ينال اعجابكم، وادعموني بلايك وكمان شير الفيديو عشان الفيديو حصري هنا بس على القناة. الغرز دي جديدة على اليوتيوب، اتمنى ان انتوا تعملوا شير علشان الفايدة تعم، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. يلا بسرعة نبدأ في الشرح. بسم الله مع بعض. اول حاجة هنبدأ في غرز الجزء الامامي الايسر، وعشان نبدأ الغرزة اللي موجود البطرون بتاعها قدامكم دلوقتي هنبدأ على مضاعفات العدد 8 زائد 1، بضاعف العدد 8 زي ما انا عايزة وفي الاخر بزود غرزة. كمان عدد السطور هيكون عندي 8 سطور، يبقى في عندي غرزة في الاول وفي الاخر وغرز الحافة. طيب دلوقتي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ابرة الضفيرة علشان هنعمل ضفيرة من 3 غرز. ممكن نستغنى عنها لو انتوا متابعيني، انا بعمل دايما الضفيرة ديت من غير ابرة الضفيرة. طيب هنبدأ مع بعض في السطر الأول وهو من السطور الأمامية. في عندي غرزة في الأول، دي غرزة حافة هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، ودي خارجة عن نموذج العينة. من أول هنا هنبدأ في نموذج العينة، والغرزة دي هشتغلها غرزة عدل ومش هكررها تاني، يبقى الغرزة دي ما بتتكررش معايا في السطر الأول. بكرر من أول هنا 8 غرز، هشتغلهم إزاي؟ هيبقى 5 بالغرزة العدل، بعد كده التلات غرز دول هعمل ضفيرة من 3 غرز. هجيب ابرة الضفيرة وهنقل عليها غرزتين بس، وبعد كده احط ابرة الضفيرة خلف الشغل واشتغل الغرزة الثالثة، هشتغلها غرزة عدل. هنرجع الغرزتين على الإبرة الشمال وهشتغلهم بالغرزة العدل.
ويبقى كده خلاص التمن غرز اللي انا هشتغلهم وهكررهم في السطر الاول خلصوا، هم دول بس اللي انا بكررهم لغايه ما السطر عندي يخلص. هكرر معاكم مره تانيه، هيبقى 5 غرز بالغرزه العدل، وبعد كده هنعمل ضفيره من 3 غرز وهنختم السطر بغرزه حفه. خلاص كده احنا كررنا ال8 غرز، هجيب الخيط قدام الشغل وهنقل الغرزة الأخيرة دي غرزة حفة ما بشتغلهاش، بنقلها من غير ما اشتغلها، ويبقى كده السطر الأول خلص. هنبدأ في السطر التاني، هو سطر خلفي، وناخد بالنا ان كل السطور الخلفية هتبقى زي شغل السطر التاني. هنبدأ وهنشوف طريقة الشغل هتكون ازاي. برضو الغرزة الأولى هتبقى عندي غرزة حفة، هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، ومن اول هنا هنبدأ في نموذج العينة. الغرزة الاولى هشتغلها غرزة مقلوب، ودي مش هكررها تاني. خلاص من بعديها هكرر كام غرزة؟ هكرر 2، هيبقى عندي غرزة عدل وغرزة مقلوب لغاية ما اخلص السطر كله. يبقى هي دي طريقة شغل السطر التاني وكل السطور الخلفية. مع بعض هنبدأ في عمل السطر الثالث، وناخد بالنا كويس قوي من طريقة شغله. هنبدأ بأول حاجة هتبقى غرزة حفة، ومن أول هنا هنبدأ في نموذج العينة، هشتغل غرزة واحدة بس عدل. احنا دايما بنبدأ كل سطر بغرزة واحدة بس ومش بنكررها. هنبدأ من أول هنا في الجزء اللي هيتكرر، عدده 8 غرز، هيبقى 3 غرز عدل. ال3 غرز دول هنعمل برضو ضفيرة، هننقل 2 بس على إبرة الضفيرة، ونحطهم فين؟ هنحطهم برضو خلف الشغل. بعد كده هاجي واشتغل الغرزة دي، هشتغلها غرزة عدل، ومرة تانية هنرجع الغرزتين على الإبرة الشمال علشان نشتغلهم بالغرزة العدل. نركز كويس قوي في طريقة كل سطر. احنا السطور الخلفية خلاص هتبقى زي السطر التاني. الغرزة ديت هشتغلها عدل، وكمان اللي بعديها عدل، يبقى كده خلصنا 8 غرز. 8 غرز دول بس هما دول اللي انا بكررهم لغاية ما نختم السطر بغرزة حفة. مع بعض نتابع ونشوف الطريقة عملي، وكمان بطرون الغرزة قدامكم كمان نشوفه عشان يكون الشرح واضح. هنبدأ دلوقتي في السطر الخامس ونشوف مع بعض ونركز في الطريقة. هنبدأ بغرزة حفة، من أول هنا هشتغل غرزة واحدة بس، وهشتغلها غرزة عدل ومش هكررها، يبقى الغرزة دي احنا مش بنكررها تاني. هكرر كام غرزة؟ هكرر 8 غرز. هشتغل غرزة واحدة بس، هكون عندي غرزة عدل، وبعد كده هعمل ضفيرة من 3 غرز. هنشيل 2 على إبرة الضفيرة ونحطهم خلف الشغل،
وبعد كده هشتغل الغرزة التالتة هشتغلها غرزة عدل، ونرجع مرة تانية الغرزتين على الإبرة الشمال علشان أشتغلهم بالغرزة العدل. هشتغل أربع غرز عدل، خلاص كده أنا خلصت. خلاص الجزء اللي هكرره عدده قد إيه؟ عدده 8 غرز، يبقى الجزء اللي هيتكرر خلص. هنكرر مرة تانية الـ8 غرز ونتابع ونشوف، وهنختم السطر بغرزة حلق. وصلنا مع بعض للسطر السابع، ده آخر سطر عندي في السطور الأمامية، وزي ما قلت لكم السطور الخلفية زي السطر التاني بالظبط. هنبدأ وهنشوف طريقته هتكون إزاي، ناخد بالنا كويس قوي عشان طريقة السطر ده مختلفة شوية. هنبدأ بغرزة حفة. طيب إحنا هنعمل إيه؟ هنيجي الثلاث غرز اللي في الأول هشتغلهم إيه؟ هشتغلهم على إبرة الضفيرة. إحنا من أول هنا هنكرر في 8 غرز، هنشيل 2 نحطهم خلف الشغل، وبعد كده هشتغل الغرزة التالتة هشتغلها غرزة عدل، وهنرجع مرة تانية الاتنين على إبرة الضفيرة. هنرجع من على إبرة الضفيرة الغرزتين على الإبرة الشمال، وبعد كده هشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى السطر السابع مختلف عن السطر الثالث والسطر الخامس والسطر الأول. يبقى السطر السابع مختلف عن السطور اللي قبل كده. هنشتغل بعد كده 5 غرز بالغرزة العدل. كده خلاص احنا خلصنا الجزء اللي هيتكرر وعدده 8 غرز. احنا في السطر السابع بنبدأ دايما بالجزء اللي احنا بنكرره وعدده كام؟ 8 غرز. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنكرر مع بعض مرة تانية الـ8 غرز. هننقل برضو 2 على إبرة الضفيرة نحطهم خلف الشغل، وهشتغل الغرزة الثالثة غرزة عدل، وارجع الـ2 على الإبرة الشمال واشتغلهم بالغرزة العدل. هشتغل 5 غرز عدل. يبقى مرة تانية احنا في السطر ده بنبدأ بالجزء اللي بيتكرر وعدده قد ايه؟ 8 غرز. بنكرر الـ8 غرز لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس. خلاص احنا خلصنا التكرار الـ8 غرز، اتبقى عندي غرزة واحدة على الإبرة الشمال هشتغلها غرزة عدل، ده من نموذج العينة. لكن الغرزة الأخيرة دي غرزة حافة، دي خارجة عن نموذج العينة، بننقلها من غير ما نشتغلها. ويبقى كده السطر السابع كده خلص. مع بعض هنختم العينة بالسطر الثامن. هنبدأ بغرزة حافة، وبعد كده هنبدأ في نموذج العينة. الغرزة دي هشتغلها غرزة مقلوب. طيب الغرزة دي أنا بشتغلها مرة واحدة بس ومش هكررها، هكرر من بعديها غرزتين، هيبقى الغرزة الأولى غرزة عدل والتانية غرزة مقلوب. السطر الثامن زي السطر الثاني والرابع والسادس. خلاص كده احنا خلصنا اول غرزة في الجزء الامامي الايسر. شايفين هو ده الشكل النهائي، شايفين الخطوط مايلة ازاي. مرة تانية بتتكون عندي مضاعفات العدد 8+1، عدد السطور 8 سطور، بنكررهم من السطر الاول للسطر الاخير. اشتغلنا مع بعض السطور الأمامية وكمان السطور الخلفية. مهم جدا ان انتوا تركزوا، انا عندي السطور الخلفية ما فيهاش اي حاجة، شغلها زي شغل السطر التاني. طيب الغرزة ديت احنا هنشتغلها في الجزء الأمامي الأيسر وهنبدأ بيها الخلف. يبقى ناخد بالنا كويس قوي
ونتابع ونشوف الباترون الغرزة ونشوف شرح العملي. خلاص كده احنا خلصنا اول غرزة، نكمل مع بعض في بقية الفيديو. بسم الله، مع بعض هنبدأ في الضفيرة اللي موجودة في الجزء الامامي الايسر. هي ضفيرة واحدة بس، بتتكون من 10 غرز وكمان 10 سطور بيتكرروا من السطر الاول للسطر الاخير. انا هنا عاملة 3 غرز في الاول و3 غرز في الاخر، هشتغلهم في الامام وفي الخلف بالغرزة العادلة. دول انا بس عشان ابين لكم الضفيرة، لكن الضفيرة اساسي بتتكون من 10 غرز، احنا مش هنكررها، هي ضفيرة واحدة بس. احنا بس هنكرر ايه؟ هنكرر عدد السطور. هنبدأ مع بعض في السطر الاول وهنشتغل 3 غرز بالغرزة العدل، ودول ما قلنا ثابتين، هيكونوا في الامام وفي الخلف بالغرزة العدل. دول ما لهمش دعوة بالضفيرة. من الأول هنا هنبدأ في 10 غرز اللي هما خاصين بالضفيرة. هيبقى الغرزة الأولى غرزة مقلوب، وبعد كده هشتغل 3 غرز عدل، الـ6 غرز الباقيين من غرز الضفيرة هنجيب إبرة ضفيرة وهننقل 3 غرز بس ونحطهم على إبرة الضفيرة، وبعدين نحطهم خلف الشغل. وهشتغل 3 غرز اللي بعد كده هشتغلهم عدل، هرجع 3 غرز من على إبرة الضفيرة على الإبرة الشمال علشان برضو اشتغلهم بالغرزة العدل. السطور الخلفية هتبقى على حسب ما أنا شايفة الغرزة. بس كده خلاص، انا كده خلصت غرز الضفيرة وعددها قد ايه؟ 10 غرز. يبقى شغل السطر الاول للضفيرة كده خلص. هنختم بـ3 غرز بشتغلهم برضو في الامام وفي الخلف بالغرزة العدل، ودول ما لهمش دعوة بالضفيرة، انا بعملاهم بس عشان ابين لكم شكل الضفيرة. خلاص كده السطر الاول كده خلص. هنبدأ في السطر الثاني، هو سطر خلفي وكل السطور الخلفية هتبقى زي السطر الثاني. هنبدأ برضو بـ3 غرز هيكونوا بالغرزة العدل، ودول خارجين عن غرز الضفيرة. غرز الضفيرة قلنا قد ايه؟ 10 غرز بس. هنبدأ بـ9 غرز هيكونوا بالغرزة المقلوب، والغرزة الـ10 هتكون غرزة عدل. يبقى احنا كده بنشتغل على حسب ما احنا شايفين الغرزة. السطر التاني هيبقى زيه كل السطور الخلفية. انا عشان مش هطول عليكم الفيديو، انا هشتغل بس السطر التاني، لكن بقية السطور الخلفية هتبقى زي السطر التاني. الغرزة الـ10 هشتغلها غرزة عدل، ويبقى كده الـ10 غرز للضفيرة خلصوا. هنشتغل 3 غرز بالغرزة العدل، وبرضو دول خارجين عن نموذج العينة اللي هو بيتكون عندي من 10 غرز للضفيرة. كده خلاص السطر التاني خلص. ناخد بالنا ان كل السطور الخلفية هتبقى زي السطر التاني. هنبدأ مع بعض في السطر التالت، وبرضو هنبدأ بأول 3 غرز هشتغلهم عدل. هنبدأ من دلوقتي في غرز الضفيرة. الغرزة الأولى هشتغلها غرزة مقلوب، وبعد كده هشتغل 9 غرز بالغرزة العدل. خلاص كده أنا خلصت غرز الضفيرة عددها قد إيه؟ 10 غرز. هنختم بـ3 غرز عدل، ويبقى كده السطر الثالث خلص. مع بعض هنشتغل في السطر الخامس، وفي السطر ده هنعمل ضفيرة. هنشوف طريقتها هتكون ازاي. هنبدأ بـ3 غرز هيكونوا عندي عدل. من اول هنا هنبدأ في غرز الضفيرة. الغرزة الاولى هشتغلها غرزة مقلوب، وبعد كده الـ6 غرز دول هعمل ضفيرة. هنقل 3 غرز واحطهم فين؟ احطهم خلف الشغل، وبعد كده هشتغل 3 غرز بعد اللي احنا نقلناهم هشتغلهم عدل.
هنرجع مرة تانية 3 غرز على الإبرة الشمال عشان برضو أشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى احنا بنعمل ضفيرة في السطر الأول وضفيرة في السطر الخامس. فاضل عندي 3 غرز بس هشتغلهم بالغرزة العدل، يبقى كده غرز الضفيرة وعددها 10 غرز خلصوا. خلاص كده احنا خلصنا خلاص الضفيرة، هنختم ب3 غرز عدل، ويبقى كده السطر الخامس خلص. مع بعض هنبدأ في السطر السابع وشغله زي شغل السطر التالت. هنبدأ ب3 غرز عدل ودول خارجين عن غرز الضفيرة. من اول هنا هنبدأ في غرز الضفيرة، الغرزة الاولى هشتغلها غرزة مقلوب، وبعد كده هشتغل 9 غرز عدل. ما ننساش ان في سطور خلفية، كل السطور الخلفية شغلها زي شغل السطر التاني. خلاص كده انا خلصت ال10 غرز، هنختم ب3 غرز عدل، وبرده دول خارجين عن نموذج العين، يبقى كده السطر السابع خلص. السطر التاسع اللي هو اخر سطر في السطور الامامية شغله زي شغل السطر السابع، برده هنبدأ ب3 غرز عدل ودول خارجين عن نموذج العينة. من اول هنا نموذج العينة للغرزة الضفيرة، هشتغل الغرزة الاولى غرزة مقلوب، بعد كده هشتغل 9 غرز عدل، وهنختم برضو ب3 غرز عدل، ودول برضو خارجين عن نموذج العين. يبقى انا عندي السطر الثالث والسطر السابع والسطر التاسع شغلهم زي بعض. خلاص كده احنا خلصنا السطر التاسع. خلاص كده احنا خلصنا ال10 سطور. ما ننساش ان في سطر عاشر شغله زي شغل السطر التاني. خلاص ال10 سطور دول هما دول اللي بيتكرروا، بنكررهم على حسب الطول اللي احنا عايزينه. ناخد بالنا ان ال10 غرز دول بس هما غرز الضفيرة، لكن ال3 غرز اللي في الاول او في الاخر دول خارجين عن نموذج الضفيرة. يبقى كده خلاص خلصنا الضفيرة، يلا نكمل بقية الفيديو. بسم الله، مع بعض هنبدأ في غرز الجزء الأمامي الأيمن. الغرزة اللي احنا هنشتغلها دلوقتي هي بالظبط زي الغرزة الجزء الأمامي الأيسر لكن بالعكس. هنبدأ برضو على مضاعفات العدد 8 + 1، بضاعف العدد 8 زي ما أنا عايزة، وفي الآخر بزود غرزة واحدة بس. طيب الاختلاف هنا ايه؟ إن احنا بنبدأ دايما بالجزء اللي بيتكرر وعدده 8 غرز. بنكرر ال8 غرز لغاية ما نقف عند الغرزة الأخيرة واشتغلها غرزة عدل، ودي بشتغلها مرة واحدة. عدد السطور بيبقوا كام سطر؟ برضو 8 سطور. يبقى نتابع مع بعض ونشوف رسمة بطرون الغرزة كمان علشان الشرح يبقى واضح، يبقى الشرح عملي وكمان الصورة قدامكم. وهنبدأ مع بعض ونشوف السطر الأول من السطور الأمامية هيكون إزاي. هنبدأ مع بعض بالغرزة الأولى، تبقى غرزة حافة. بعد كده من اول هنا 8 غرز هيتكرروا، ومن اول هنا هنجيب ابرة الضفيرة وهنستخدم ابرة الضفيرة عشان هنعمل ضفيرة من 3 غرز، بس الاختلاف كمان هيكون في الضفيرة. انا هشيل غرزة واحدة بس على الابرة واحطها قدام الشغل واشتغل 2 بالغرزة العدل. هنرجع الغرزة على إبرة الضفيرة على الإبرة الشمال وهشتغلها ايه؟ هشتغلها غرزة عدل. بعد كده هشتغل 5 غرز عدل، كده خلاص ال8 غرز كده خلصوا، هما دول بس اللي هيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال هشتغلها غرزة عدل. مع بعض نتابع ال8 غرز اللي بيتكرر.
خلاص كده انا خلصت الثمان غرز اللي بيتكرروا، هم دول بس اللي انا بكررهم، بنكررهم لغاية ايه؟ لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة هشتغلها غرزة عدل، ودي طبعا بنشتغلها مرة واحدة. طيب كده خلاص نموذج العينة كده خلص، هنجيب الخيط قدام الشغل والغرزة دي غرزة حافة بننقلها من غير ما نشتغلها، يبقى كده السطر الأول خلص. هنبدأ في السطر التاني، وكل السطور الخلفية هتبقى زي شغل السطر التاني. هنبدأ بغرزة هنشتغلها مرة واحدة وهتكون غرزة مقلوب. الأول هنبدأ بغرزة حافة، ودي خارجة عن نموذج العينة. من أول هنا هنبدأ بغرزة واحدة بس، ودي هشتغلها غرزة مقلوب ومش هكررها تاني، يبقى الغرزة دي ما بنكررهاش تاني. من بعديها بنشتغل في غرزتين بس وبيتكرروا لغاية الآخر، هتبقى غرزة عدل وغرزة مقلوب. يبقى الشغل السطر التاني وكل السطور الخلفية زي شغل السطر التاني، وزي بالظبط النموذج اللي احنا عملناه للجزء الأمامي الأيسر. هنبدأ دلوقتي في السطر التالت، وهو سطر أمامي، وبرضو هنبدأ بغرزة حافة، وبعد كده هنبدأ في نموذج العينة، وهنبدأ في الجزء اللي هيتكرر وعدده قد ايه؟ 8 غرز. هيبقى عندي أول اتنين هشتغلهم عدل، بعد كده التلات غرز دول هشتغل وهعمل ضفيرة من تلات غرز. هنجيب إبرة الضفيرة وهنقل غرزة واحدة بس وأحطها قدام الشغل، وبعد كده هشتغل اتنين بالغرزة العدل. هنرجع الغرزة دي مرة تانية على إبرة الإبرة الشمال وهشتغلها غرزة عدل. هيتبقى عندي تلات غرز هشتغلهم بالغرزة العدل، ويبقى كده الثمان غرز اللي احنا بنكررهم كده خلصوا. الثمان غرز دول احنا بنكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس، والغرزة دي انا بشتغلها غرزة عدل. مع بعض نتابع ونشوف الثمان غرز مرة تانية. طيب كده احنا خلاص خلصنا الثمان غرز، كررناهم للمرة التانية. اتبقى عندي غرزة واحدة بس، دي بشتغلها غرزة عدل، وهنختم السطر بغرزة حافة، يبقى كده السطر التالت خلص. هنبدأ في السطر الخامس، هنبدأ بغرزة حافة، ومن اول هنا هنبدأ في ثمان غرز هيتكرروا. اول حاجة هنشتغل اربع غرز بالغرزة العدل، الثلاث غرز دول هنعمل برضو ضفيرة، هنجيب إبرة الضفيرة وهشيل غرزة واحدة بس وأحطها قدام الشغل، وبعد كده هنشتغل اتنين بالغرزة العدل. هنرجع الغرزة دي مرة تانية على الإبرة الشمال عشان نشتغلها غرزة عدل، ويبقى كده فاضل غرزة واحدة بس هشتغلها غرزة عدل. يبقى كده خلاص خلصنا الثمان غرز اللي احنا هنكررهم. بنكرر الثمان غرز لغايه ما يتبقى عندي غرزه واحده بس. مع بعض نتابع الثمان غرز اللي هيتكرروا. خلاص كده انا خلصت للمرة التانية تكرار الثمان غرز. اتبقى عندي على الابرة الشمال غرزة واحدة بالنموذج العينة هشتغلها غرزة عدل،
وبعد كده هنجيب الخيط قدام الشغل. يبقى كده احنا خلصنا خلاص نموذج العينة. هنجيب الخيط قدام الشغل وننقل الغرزة الأخيرة، دي غرزة حفر. وصلت معاكم للسطر الأخير في السطور الأمامية وهو السطر السابع. السطر ده بيختلف عن السطر الأول والثالث والخامس في ايه؟ في ان انا ببدأ بالجزء اللي انا مش هكرره، وبعد كده بنشتغل 8 غرز بنكررهم لغاية ما يخلص عندي السطر. هنبدأ ونشوف، نبدأ بغرزة حفة، بعد كده هنبدأ في نموذج العينة، والغرزة الأولى هشتغلها غرزة عدل، ودي طبعا زي ما قلت لكم أنا مش هشتغلها تاني، بنشتغلها مرة واحدة. طيب التكرار بيبقى منين؟ من أول هنا بكرر 8 غرز لغاية ما السطر عندي يخلص. هنبدأ بخمس غرز عدل، التلات غرز اللي باقي عندي دولم هجيب ابرة الضفيرة، هنقل غرزة واحدة بس واحطها قدام الشغل، بعد كده هشتغل اتنين بالغرزة العدل، هرجع الغرزة مرة تانية على الابرة الشمال واشتغلها غرزة عدل. كده خلاص انا خلصت التمن غرز، هما دولم بس اللي انا بكررهم لغاية ما نختم السطر بغرزة حفر. خلاص كده انا خلصت السطور العينه، اشتغلت السطر الثامن زي السطر الثاني، وده الشكل النهائي. اتمنى بس ان تتابعوني بكل خطوات الفيديو عشان تقدروا تطلعوا الرسمه مظبوطه ويبقى الخطوط زي ما انتم شايفينها كده مايله. ده طبعا نتيجه الضفيره اللي احنا عملناها. طيب الغرزه دي احنا هنستخدمها في الجزء الامامي الايمن وكمان في النص الثاني للخلف. وصلت معاكم لعمل الضفيرة اللي موجودة في الجزء الأمامي الأيمن. برضو هنبدأ بعشر غرز للضفيرة، لكن تلات غرز في الأول وفي الآخر دول خارجين عن نموذج العينة، احنا هنعملهم بس عشان شكل الضفيرة تبان. هشتغل التلات غرز في الأمام وفي الخلف، سواء في أول السطر أو آخر السطر هيكون شغلهم كلهم عدل. دلوقتي هنبدأ في غرز الضفيرة. هجيب إبرة الضفيرة وأشيل كام غرزة؟ هشيل تلات غرز وأحطهم قدام الشغل، وبعد كده أشتغل تلات غرز عدل. هنرجع التلات غرز مرة تانية من على إبرة الضفيرة على الإبرة الشمال. مرة تانية أفكركوا إن نفس عدد غرز الضفيرة اللي موجودة في الجزء الأمامي الأيمن هي اللي موجودة في الجزء الأمامي الأيسر، لكن طريقة عمل الضفيرة بيختلف. كده أنا هشتغل التلات غرز دول معدل، اتبقى عندي أربع غرز من غرز الضفيرة. هشتغلهم إزاي؟ هيبقى التلات غرز عدل وغرزة مقلوب. خلاص كده انا خلصت 10 غرز الضفيرة. هنيجي بعد كده التلات غرز دولم هشتغلهم برضو عدل في الامام وفي الخلف، ودولم خارجين عن نموذج العينة، يبقى كده السطر الاول خلص. ودلوقتي هشتغل معاكم السطر التالت. بنبدأ بثلاث غرز ثابتين عندي بالغرزة العدل في الأمام وفي الخلف، ودول خارجين عن نموذج العينة. من أول هنا هنبدأ في 10 غرز للضفيرة، هيبقى 9 غرز عدل وغرزة مقلوب، وهنختم السطر بثلاث غرز عدل. أنا طبعا ما اشتغلتش معاكم السطر الثاني، لأن السطر الثاني وكل السطور الخلفية زي الضفيرة اللي احنا اشتغلناها للجزء الأمامي الأيسر. خلاص كده انا خلصت العشر غرز اللي هما خاصين بالضفيرة، هنختم السطر التالت غرز عدل، ويبقى كده السطر التالت خلص. هنبدأ دلوقتي في السطر الخامس، وهنبدأ وهنشتغل التالت غرز عدل. مرة تانية افكركم ان دول ملهمش دعوة بغرز الضفيرة. من اول هنا هنبدأ في غرز الضفيرة وهشتغل تالت غرز عدل. هجيب إبرة الضفيرة وأنقل عليها تلات غرز بس وأحطهم قدام الشغل، وأشتغل التلات غرز دولم هشتغلهم عدل.
مرة تانية هنرجع الثلاث غرز على الإبرة الشمال عشان اشتغلهم كلهم بالغرزة العدل. الغرزة الأخيرة في غرز الضفيرة هشتغلها غرزة مقلوب، وبعد كده هنختم السطر بثلاث غرز عدل. يبقى كده الضفيرة عندي في السطر الخامس كده خلصت. هبدأ معاكم دلوقتي في السطر السابع، هنشتغل برضو أول ثلاث غرز عدل، وبعد كده هنبدأ في غرز الضفيرة، هشتغل 9 غرز عدل وغرزة مقلوب، وهنختم السطر بثلاث غرز عدل. السطر السابع زي السطر الثالث، كمان هنشتغل السطر التاسع زي السطر الثالث. أفكركم بالسطور الخلفية، السطور الخلفية بنشتغلها بالظبط زي الضفيرة الموجودة في الجزء الأمامي الأيسر. السطر التاسع والأخير في السطور الأمامية هنشتغل برضو 3 غرز عدل، وبعد كده هنبدأ في غرز الضفيرة. هتكون ازاي؟ هيكون 9 غرز عدل وغرزة واحدة بس مقلوب، وهنيجي نختم السطر الثلاث غرز عدل. أفكركم مرة تانية ان غرز الضفيرة بتتكون عندي من 10 غرز بس، وكام سطر؟ 10 سطور، يعني في سطر كمان بعد السطر اللي انا بشتغله دلوقتي، هو سطر خلفي هيكون شغله زي شغل السطر الثاني اللي احنا اشتغلناه للضفيرة اللي موجودة في الجزء الامامي الايسر. طيب كده خلاص، ده الشكل النهائي للضفيرة اللي موجودة في الجزء الامامي الايمن. اشتغلنا كام سطر؟ 10 سطور ب10 غرز. ناخد بالنا كويس ان غرز الضفيرة 10 غرز بس. يعني ايه؟ يعني التلات غرز اللي في الاول وفي الاخر دول مخارجين عن نموذج العينة. خلاص بنشتغل على حسب الطول اللي احنا عايزينه، بنكرر كام سطر؟ 10 سطور. يبقى كده خلاص خلصنا الضفيرة، نكمل ونشوف بقية الفيديو. طيب وقبل ما ننهي الفيديو، حابة بس اوريكم الشكل النهائي للجزء الامامي الايمن والايسر وكمان الخلف. ده الجزء الامامي الايمن، بنبدأ بالضفيرة وبعد كده بننقل على طول على الغرزة التانية. الضفيرة عندي بتتكون من 10 غرز بس. يعني ايه؟ يعني الغرز ديت مش داخلة معايا في الضفيرة، احنا كنا عاملينها بس عشان نبين شكل الضفيرة. يبقى احنا بنبدأ بغرز الضفيرة، بس قبل غرز الضفيرة احنا بنعمل كام غرزة علشان البليسيه للفيست. خلاص بعد كده بنعمل الضفيرة وبنكمل على الغرزة التانية اللي هي واخدة خطوط مايلة زي الشكل ده كده. بنعمل المقاس اللي احنا عايزينه، بنبدأ على حسب المقاس اللي احنا هنشتغل بيه الفيست، وبنشتغل الجزء الامامي الايمن زي ما انتوا شايفين. خلاص خلينا نشوف كمان الجزء الامامي الايسر. الجزء الامامي الايسر هو ده الشكل بالنسبة له، بس ناخد بالنا ان احنا بنبدأ بالغرزة وبعد كده بنبدأ على الضفيرة. برضو الضفيرة بتتكون عندي من 10 غرز. الجزء الامامي الايسر عكس الجزء الامامي الايمن. برضو لازم نعرف المقاس اللي احنا هنشتغل له الفيست عشان نطلع الشكل المظبوط. يبقى احنا كده شفنا الجزء الامامي الايمن والايسر. خليني اوريكم مع بعض كده، شايفين الشكل ده؟ بيبقى ده الشكل للفيست من الامام، هو ده الشكل. شايفين هو ده الشكل الفيست من الامام. مهم جدا تركزوا في شكل الفيست عشان تقدروا تطلعوا الشكل مظبوط. مهم جدا انتوا تتابعوا الفيديو من الاول للاخر عشان تطلعوا الغرز سهلة، الغرز ما فيهاش اي حاجة، الطريقة بسيطة جدا. انا بشكر كل من شاهد الفيديو حتى النهاية، يا رب يكون الفيديو شرحه واضح، وياريت تدعموني بلايك وشير، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.